بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اقول لكم على خلاف متشعب الاطراف بيننا وبين الاخوه البروتستانت. هذا الخلاف هو الوساطة بين الله والناس، فهم يقولوا ما فيش وسيط بين الله والناس. ياخدوا مثلا الآية اللي في تيموثاوس الأولى 2:5، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. واضح من هذه الآية أن الوسيط في بذل فدية لأجل الآخرين، يعني الوسيط في الفداء في الكفارة هو يسوع المسيح. عشان كده قال الإنسان يسوع المسيح، لأن يسوع المسيح بصفته إنسان يعني من نسل آدم، وكان بيسمي نفسه ابن البشر أو ابن الإنسان، بذل ذاته وهو متحد باللاهوت لكي تكون كفارة غير محدودة تغطي خطايا جميع البشر في جميع العصور. فيبقى وسيط في الفداء، مش وسيط في كل حاجة يعني. أو في يوحنا الأولى 2:1، إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. واضح هنا إنه شفيع بصفته كفار عن خطايانا، ولا يوجد أحد أن يكفر عن جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور غير يسوع المسيح البار. وأيضا العبارة الأولانية قال وسيط وقال الذي بذل نفسه فدية. إذن حكاية وسيط وشفيع في هاتين الآيتين أسلوبان يخصان الفداء والكفارة. لكن بقى البروتستانت بيزودوها بمعنى واسع جدا، فيقولوا مثلا ان ما فيش اعتراف، لان الاعتراف وساطة بين الله والناس، او الحل في الاعتراف وساطة بين الله والناس. ويقولوا ما فيش شفاعة قديسين، لأن دي وساطة بين الله والناس، وما فيش شفاعة ملائكة، لأن دي وساطة بين الله والناس. ويقولوا أيضا إن ما فيش كهنوت بشري، لأن الكهنوت في نظرهم أيضا وساطة بين الله والناس، بينما لا يعتقدون بوساطة بين الله والناس. وبالتالي كأن الكنيسة أيضا ما فيش وساطة بينها وبين الله والناس تقوم به الكنيسة، فتوسع الموضوع خالص. وبالتالي يبقى كل الأسرار الكنسية التي يمارس بها الناس عملا يقوم به الكهنوت وتكون له فوائد من الله، يبقى كأن برضو الأسرار دي وساطة بين الله والناس فبيرفضوها. لو واحد فيكم يقول ازاي يرفضوهم وعندهم إفخارستية أو معمودية يستعملوها يسموها فروض، يقولوا فرض المعمودية وفرض العشاء الرباني، لكن ما يعتبروهاش أسرار كنسية.
وهكذا يؤمنون بكفاية الإيمان ويقول لك كله بالإيمان وما فيش وساطة بين الله والناس. وطبعا ما فيش وساطة في المغفرة في سر الاعتراف، لأن دي وساطة بين الله والناس في نظره. فهل الكنيسة تقوم بعمل وساطة بين الله والناس؟ ده نقول نفكر فيه كلنا مع بعض. أول حاجة اللي هي الإيمان، كانت فيه الكنيسة وسيطة بين الله والناس، لأن مش ممكن نالوا الإيمان إلا بواسطة الكنيسة. أمال نالوا الإيمان إزاي؟ وفي ذلك معلمنا بولس الرسول يقول في تفسير آية مشهورة جدا عند البروتستانت، اللي هي كل من يدعو باسم الله يخلص، في رومية 10. يقول ايه؟ يعني بيحللها تحليل كويس قوي، هنشوفه دلوقتي مع بعض. بيقول لان كل من يدعو باسم الرب يخلص، ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ ازاي هيدعو باسم الرب من غير ما يؤمن باسم الرب؟ يبقى لازم الايمان. وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ هذه وسيط. كيف يسمعون ايه؟ بلا كارز. وكيف يكرزون ان لم يرسلوا، يعني يرسلوا من الكنيسة؟ فاذا هذا الكارز هو اللي وسيط بين الله وبين الناس، يوصل الإيمان بالله إلى الناس. ولذلك بولس الرسول لما اختلفوا على هذا لبولس وهذا لأبولس، قال لهم بولس الرسول كلمة لطيفة خالص، قال لهم من هو بولس ومن هو أبولس؟ إلا خادمان آمنتم بواسطتهما. يبقى هنا في واسطة نقلت الإيمان، من هذا وما ذاك إلا خادمان آمنتما بواسطتهما. وأيضا قيل عن يوحنا المعمدان لم يكن هو النور وإنما ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته. إذن في واسطة وهي نقل الإيمان إلى الناس، وهذه الواسطة تقوم بها الكنيسة. ونفس هذه الواسطة أمر بها السيد المسيح وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. إذن فيه كرازة وعماد وتعليم، يبقى فعلا في وسيط بين الله والناس اللي هم الكارزون الذين أوصلوا الإيمان إلى الناس. ثم أيضا المعمودية، بيقول من آمن واعتمد خلص. طب بيتعمد ازاي؟ الكنيسة هي اللي بتعمده. إذن الكنيسة كانت أيضا واسطة في العماد، وبالعماد الناس أخذوا الولادة من الله، زي ما جه في يوحنا 3:5 إن لم تولدوا من الماء والروح، أو من لا يولد من الماء والروح لا يمكن أن يدخل ملكوت الله. وكما ورد في تيتوس 3:5 بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. يبقى الكنيسة أخذت واسطة
في الكرازة التي توصل إلى الإيمان، وفي المعمودية، وفي الميلاد الثاني، وفي كل الأسرار، زي ما قال بولس الرسول إننا وكلاء السرائر الإلهية في كورنثوس الأولى 4:1. أيضا إن الكنيسة واسطة في التعليم، وبالتعليم بيفهم الناس قواعد الإيمان ويفهموا الحياة الروحية، يعلموهم طريق الرب، زي ما بيقول من فم الكاهن تطلب الشريعة في ملاخي 2:7، وأيضا قال لهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به في متى 28. كذلك أيضا هذا التعليم لازم للخلاص، ففي الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 4:16 بيقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. وقال لتيتوس اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح، وقال لتيموثاوس أيضا وما تعلمته مني أو تسلمته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. الكنيسة كانت واسطة أيضا في منح الروح القدس. منح الروح القدس يعني، وده واضح في أعمال إصحاح 8 لما أهل الناصرة كانوا قد آمنوا وتعمدوا لكن لم يأخذوا الروح القدس، فمجمع الرسل أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا اللذين لما وضع أيديهما عليهم نالوا الروح القدس. إذن كانت الكنيسة واسطة لمنح الناس الروح القدس، ودي أيضا وردت في أفسس، أسف، في إيمان أفسس في أعمال إصحاح 19 لما الناس ما كانوش خدوا الروح القدس وبولس الرسول وضع إيده عليهم فنالوا إيه؟ الروح القدس. حتى البروتستانت يعني للأسف لما بيقولوا للناس نديكم مواهب الروح القدس ونديكم الألسنة يحطوا إيديهم عليهم ويصلوا لهم عشان ياخدوا الروح القدس أو ياخدوا الملء أو الحاجات اللي بيسموها دي. إذن كأن في واسطة بتوصل الروح القدس للناس كما في اعتقادهم هم أيضا. ما كان يقدر إنسان يقول يا رب اديني الروح القدس ياخدوا الروح القدس، لكن الكتاب ما قالش كده. كمان الكنيسة كانت الواسطة في إقامة الخدام، سواء الرسل أو الأسقفة أو الأسوس إلى أو الشمامسة إلى آخره. من جهة الرسل في أعمال إصحاح 13 يقول فيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، ودول رسولين، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي وأطلقوهما بسلام. فهذان إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى السلوكية إلى آخر الإصحاح. يعني أول ما حطوا أيديهم عليهم قبلوا الروح القدس وأرسلوا من الروح القدس وباشروا خدمتهم. من جهة الأساقفة بولس الرسول يقول لتيموثاوس أن يشعل موهبة الله التي فيه، قال له التي فيك بوضع يدي، تلاقوها في
تيموساوس الثانية 1:6، وقال له بالنسبة لرسامة الخصوص لا تضع يدك على أحد بالعجلة ولا تشترك في خطايا الآخرين، لأن كانوا بيقام هؤلاء الخدام بواسطة الكنيسة، بواسطة الرسل أو الأساقفة خلفاء الرسل. وزي ما قال لتيتوس في تيتوس 1:5، قال له تركتك في كريت لكي تقيم قصوصا. فكانوا هما اللي بيقيموا الأساقفة وبيقيموا القصوص، بيقيموا الخدام. وبرضه في الكنائس البروتستانتية بيقيموا الخدام بوضع أيدي الشيوخ عندهم. إذن الكنيسة بتقوم بعمل كوسيط بين الله والناس، واضح، بس مش عايزين يسموه وسيط. الكنيسة أيضا واسطة في قيادة الناس إلى التوبة. بولس الرسول بيقول لأساقفة أو شيوخ كنيسة أفسس في أعمال 20:28، احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. إذن أقيموا لرعاية الناس، أقيموا لرعاية الناس. وبطرس قال ارعوا رعية الله، والمسيح قال لبطرس ارعى غنم ارعى خرافي. إذن واللي بيرعى هو اللي مسؤول عن الشعب. إذن كأن ربنا أقامهم واسطة لكي يقودوا الناس إلى التوبة، لكي يقودوا الناس إلى الحياة الروحية السليمة. دول واسطة بين الله والناس، بيوصلوا أولاده إليه، زي ما قيل عن يوحنا ابن زكريا الكاهن ابن الكاهن، قيل عنه إن هو ملاك الله الذي يعد الطريق قدامه. يعد الطريق قدامه، أعده إزاي؟ بأنه قاد الناس إلى التوبة، إلى معمودية التوبة، أعد لله شعبا مستعدا. فالكنيسة واسطة بين الله والناس، بتعد لله شعبا مستعدا، بتكونه بالتوبة، بترعاه، بتعطيه الطعام الروحي كوكلاء عن الله. ولذلك قال السيد المسيح: يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه، طعامهم الروحي يعني. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. إذن ربنا أقام وكلاء وأقام سفراء عنه، دول واسطة. السفير بيبقى واسطة بين رئاسته وبين الشعب المرسل إليه. فبولس الرسول بيقول نسعى كسفراء للمسيح، كأن الله يعز بنا، ننادي تصالحوا مع الله. وقال أعطينا خدمة المصالحة، وخدمة المصالحة هي وساطة بين الله والناس، بيصلحوا الناس مع الله. وكل دي أشياء لازمة أيضا للخلاص. فالكتاب بيقول من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. وفي يهوذا 23 بيقول خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار. يبقى كأن في موضوع الخلاص بتشترك الكنيسة في إعداد الشعب لاستحقاق دم المسيح الذي هو الطريق الوحيد للخلاص. بتشترك بذلك في دعوة الناس للإيمان، وهم يؤمنوا بأن الإيمان لازم الخلاص. آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، كما في
أعمال 16:31. وبالمعمودية للخلاص، لأن بيقول من آمن واعتمد خلص، يبقى كل ده لازم للخلاص. وفي التوبة، لأن بدون التوبة لا يكون خلاص، كما ورد في لوقا 13:3-5. والمعمودية للخلاص زي ما قلنا، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل ميلاد السنة. وبالتعليم للخلاص برضو، لأن بيقول داوم لازم الكلمة داوم عليها، على التعليم داوم على التعليم وداوم على ذلك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. يبقى كل ده لازم في مسائل الخلاص، والكنيسة تقوم بهذه الواسطة في الإيمان والمعمودية والتعليم والتوبة والتناول، التناول برضه اللي بيقول يعطى عنا خلاصا وغفران لخطايا. الكنيسة أيضا واسطة بين الله والناس، يعني يوجد وساطة بين الله والناس في الشفاعة، في شفاعة أحياء في أحياء، زي ما الكنيسة بتشفع في بقية المؤمنين وتطلب من الرب خلاص. هم البروتستانت لا يؤمنون بالشفاعة، لا بشفاعة الملائكة ولا بشفاعة السيدة العذراء ولا بشفاعة الكهنوت ولا بشفاعة الناس بعضهم في بعض. يقول لك لنا شفيع واحد بين الله والناس، هو يسوع المسيح. ده شفيع من ناحية انه سفك دمه من اجل الناس، وقال يا ابتاه اغفر لهم، ادي الثمن الدفع وخلاص، فيبقى انت تغفر لهم. وما فيش شفيع في الخلاص بالدم الا يسوع المسيح. لكن في شفاعات توسلية زيها زي الصلاة، يعني يصلي من أجله، زي مثلا إبراهيم لما صلى من أجل سادوم شفع فيهم. مش شفاعة كفارية أنه سفك دمه عنهم، لا، شفاعة توسلية، يقول له يا رب خلصهم، هل لو وجد 50 تعفو عنهم، هل لو وجد 40 إلى آخره. وبعدين ربنا يقول إن وجد 40 لا أهلك المدينة من أجل 40، لا أهلكها من أجل دول، يعني حتى لو ما تشفعوش، مجرد وجود هؤلاء الأبرار يشفع في المدينة فلا تهلك، مجرد وجودهم حتى من غير صلاة يشفع في المدينة فلا تهلك. أو زي موسى لما تشفع في الشعب بعد ما عبدوا العجل الذهبي، وربنا قبل شفاعته وقال لربنا أحسن الناس يفتكروا إنك أخرجتهم بمكر من أرض مصر لتهلكهم في البرية، وقال له ارجع يا رب عن حمو غضبك وانت مع الشر. وفعلا عفى الرب عنه، وموسى كان حارا في شفاعته هذه، وقال له ان ما عفتش عنهم امحو اسمي من كتابك الذي كتبت. وربنا قبل شفاعة موسى في الشعب وعفى عنه. غير ان في شفاعة ربنا نفسه كان بيطلبها، هو بنفسه كان بيطلبها. لما ابراهيم ابو الاباء قال عن سارة انها اخته، واخذها ابي مالك ملك جرار لتكون امرأة له، في تكوين اصحاح 20 بيقول ربنا قال له ايه؟ قال له الله ها انت ميت
من أجل المرأة التي أخذتها فإنها متزوجة ببعض. ولم يكن أبي مالك قد اقترب إليها، فقال: يا سيد، أأمة بارة تقتل؟ ألم يقل هو لي إنها أختي؟ وهي أيضا نفسها قالت: هو أخي. بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا. فقال له الله في الحلم: أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا، وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطئ إليك، لذلك لم أدعك تمسه. فالآن، خلي بالكم الآية دي اللي عايزينها، فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحل. يعني ربنا قال له اديله، رجع له امرأته وهو يصلي علشانك ان انا اغفر لك، يعني يصلي علشانك فتحل. فكان يقدر ربنا يقول له رد امرأة الرجل وخلاص انتهى الموضوع وخلص على كده، لا، قال له هو نبي فيصلي لأجلك فتحل. نفس الوضع حصل بالنسبة لأصحاب أيوب الثلاثة. لما بدأ الرب يرد السبي أيوب بيقول إيه: وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لإليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. والآن فخذوا لأنفسكم 7 ثيران و7 كباش واذهبوا إلى عبدي أيوب واصعدوا محرقة لأجل نفوسكم، وعبدي أيوب يصلي من أجلكم لأني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم. يعني قال لهم روحوا تقدموا الذبايح وخلوا أيوب يصلي من أجلكم. ما يصلي من أجلكم ده هي اللي من أجل الشفاعة، إن ربنا أمر إن أيوب يشفع في أصحابه الثلاثة ويصلي من أجلهم. وكتير ربنا كان بيقول من أجل داود عبدي حتى بعد وفاته، كما حدث في خطية سليمان والرب أراد يعاقبه في ملوك الأول 11. شوف بيقول إيه: قال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها، فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك، إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك. من أجل داود أبيك، بل من يد ابنك أمزق، على أني لا أمزق منك المملكة كلها، بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي. يبقى ربنا بيعمل كرامة معينة للقديسين ويقول من أجل داود عبدي أنا ما أعملش هذا الأمر. عشان كده نلاقي في المزمور يقول: من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. يعني بيصلي وبيطلب الشفاعة في المزمور ويقول من أجل داود عبدك. وبرضو قال لي يا ربعام اللي أخذ المملكة من سليمان، قال لي يا ربعام: خذ لنفسك 10 قطع، لأن هكذا قال الرب إله إسرائيل: ها أنا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك 10 أسباط،
ويكون له سبط واحد من أجل داود عبده ومن أجل أورشليم. وبعدين قال: ولا أخذ المملكة من يده بل أصيره رئيسا كل أيام حياته لأجل داود عبده الذي داود عبده الذي اخترته. فربنا من أجل قديسيه بيعمل أعمال كثيرة. والصلاة اللي احنا بنصليها طالبين شفاعة القديسين معناها طالبين انهم يصلوا من اجلنا ويتوسلوا من اجلنا. فان كنا بنطلب صلوات الناس الاحياء اللي عايشين زينا وتحت الخطية، فكان بالاولى لما نطلب صلوات الابرار اللي اكملوا السعي وحفظوا الايمان وارتفعوا إلى السماء وعاشوا في فردوس الله، بتكون صلواتهم أقوى ما دام مع زملائنا. طب ما هو لما يجي مثلا أحد الأخوة البروتستانت ويسلم عليك ويقول لك الله يباركك يا أخ صلي من أجلي، قل له إزاي أصلي من أجلك؟ هو فيه وسيط بين الله والناس؟ روح صلي عن نفسك وما تخطئش. هل ممكن تعمل كده؟ ده بولس الرسول بيقول صلوا لأجلنا، ويعقوب الرسول في إصحاح 5 بيقول صلوا بعضكم لأجل بعض. فهل صلاتنا بعضنا من أجل بعض تبقى وساطة بين الله والناس؟ الصلاة دي مطلوبة من كل أحد لكل أحد. بقي نقطة بسيطة نقولها ونخلص هذا الموضوع. مش بس البشر بيصلوا بعضهم من أجل بعض، إنما الملائكة. الملائكة بيصلوا من أجلنا، عشان كده إحنا بنطلب شفاعة الملاك مخيل مثلا أو بعض الملائكة الآخرين. وهم بيصلوا من أجلنا. واحد يقول طب ويعرف منين الملائكة بحالتنا؟ بيعرفوا، لأن الكتاب في لوقا 15 بيقول يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى توبة. فهم منين بيعرفوا إن خاطئ واحد بيتوب؟ بيعرفوا، ربنا بيعطيهم هذه المعرفة. والصلاة اللي أنت بتطلبها ربنا بيوصلها الملاك وبيسمح إن الملاك يعمل من أجلك. كمان ورد في سفر الرؤيا إصحاح 5 وإصحاح 8 إن الملاك أخذ مقبرة من ذهب ومليانة بخورا هي صلوات القديسين. هو رافع البخور ده إلى ربنا بيقدم صلوات القديسين إلى ربنا. فإذا كانوا هم بيقدموا صلواتنا إلى الله كما حدث مع الشيوخ في سفر الرؤيا وكما حدث في رومي إصحاح 8 أن الملاك قدم البخور إلى الله مع صلوات القديسين، فهم اللي بيحملوا الصلاة، فيبقى إزاي ما يعرفوش؟ كمان معرفة القديسين في السماء أكتر من دلوقتي، لأن بولس الرسول بيقول الآن أعرف بعض المعرفة لكن بعدين أعرف أكتر بكتير. والناس في السماء بيعرفوا بدليل ان ابراهيم اب الاباء عرف ان لعازر كان بيتعذب على الارض والغني كان بيتعذب، وان ده استوفى حقه وده استوفى بلاياه. ولما قال له ارسل اليهم لعازر يبشرهم قال له عندهم موسى والانبياء. فمنين عارف إبراهيم أب الآباء إن جالهم موسى والأنبياء وقالوا له؟ فالمعرفة بتاعت القديسين في السماء بتكون أكتر، وأحياناً على الأرض يعرفوا كتير، فكان بالأولى في السماء. يعني مثلاً بطرس الرسول عرف ما فعله حنانيا وسفيرة ووبخهم على هذا الأمر وقال لهم إزاي تخصموا من الفلوس اللي انتوا قررتوا انكم تدوها لربنا وتدوا اقل منها ما كانت معاكم؟ ازاي عرف
انهم خصموا منها جزء. فاذا كان الروح القدس ممكن ان يعرفه هو على الارض، ففي السماء لابد ان هو يعرف اكثر واكثر، زي ما عرف في حكايه حنانيا وسفيرة، وزي ما إليشع النبي عرف بما فعله تلميذه جهزي وعاقبه على هذا الأمر وقال له إزاي من ورايا تعمل وتعمل وتقابل الرجل السرياني وتأخذ منه، يعني عرف. فإذا كان القديسون يعرفون وهم على الأرض، فبالأكثر جدا وهم في السماء يعرفوا بأسلوب متسع جدا. وربنا بيحب يكرم هؤلاء القديسين، فيحب ان المعجزات تتم على ايديهم لكي يعطيهم هذا الامر كرامة عوضا عن الالام اللي تلقوها على الارض، وايضا مكافأة ليهم على طاعتهم لربنا وسرهم في طريقه وشهادتهم لاسمه، فبيعطيهم مجد انهم يعملوا اعمال كثيرة من أجله. كمان حاجة تانية أقولها في الشفاعة دي، اللي ما بيؤمنوش بشفاعة القديسين هم الخسرانين. يعني الملك مخيل هينقص حاجة انك انت ما طلبتش باسمه، ايه طلبت ما طلبتش، هو رئيس الملائكة. العذراء مريم هتخسر حاجة يعني ولا تنقص حاجة لما واحد من البشر ما يطلبش باسمها؟ ده هي الملكة القائمة عن يمين الملك، طلبت ما طلبتش كرامتها هي في. وهكذا باقي الأبرار والقديسين، اللي بيؤمن بالشفاعة هو الذي يتمتع ببركة الشفاعة فائدة لنفسه، والذي لا يؤمن بها هو اللي بيخسر. كمان فيه في عدم طلب الشفاعة نقطة أخرى، وهي كبرياء النفس. يعني اللي بيؤمن بالشفاعة إنسان متواضع، يقول أنا ما استاهلش أرفع نظري لفوق، أنا أطلب من مرجرجس يكون معايا، أطلب من العذراء تكون معايا، أطلب من الملك مخيل يكون معايا. لكن بقى اللي ما بيطلبش الشفاعة يعني يقول لك فرق إيه بيني وبين مرجرجس؟ ما كلنا أخوات كده للدرجة دي؟ ما فيش الحكاية مباشرة بيني وبين ربنا. وإيه يعني الكاهن ده لما يصلي من أجلي أو يقرأ لي التحليل؟ ما أنا أقول لربنا واخد المغفرة مباشرة. طب ده ربنا قال للكهنة، قال منحهم الروح القدس وقال لهم من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. على الأقل لما يقرأ لك التحليل بتخرج مطمئن، لكن لو طلبت الغفران مباشرة مين قال لك إن ربنا قبل توبتك؟ ومين قال لك إن خطاياك غفرت؟ برضو عدم طلب الشفاعة فيه نوع من الكبرياء، كبرياء النفس اللي تقول ما فيش فرق بيني وبين القديسين، وليه أطلب القديسين ويطلعوا إيه القديسين وأنا عندي خط مباشر بيني وبين ربنا مفتوح على طول؟ تفضل سلام.